الأستاذة فوزية حدوقة مكلفة على رواق باب دوكالة. هذا الرواق اللي هو معلمة تاريخية لها ثقل كبير في تاريخ مراكش، واللي هي اليوم سعيدة بضيافة فنان كبير أيضا سي محمد أمين شرادي. هذا الفنان هذا بطبيعة الحال كيف ما لاحظوا الزائرين بأنه فنان جد متميز، جد متمكن من العمل ديالو، من صناعة اللوحة، لأن كنلاحظوا في اللوحات ديالو تعمل على تقنيات مختلفة اللي هي تدمج ما بين المادة واللون والخط، وفي نفس الوقت اللوحات ديالو تحكي تاريخ عريق للمنطقة للوطن من خلال الفنون ديالو، بحيث كنشوفوا القباب اللي هي معكوسة اللي عطات صفة المرأة، تنشوفوا اللباس كذلك اللي هو عبارة على مجوهرات في نفس الوقت تخلل بالخط العربي الأصيل واختلاف الخطوط، لهذا كيبين على أنه أستاذ متمكن ودارس. ثم الألوان اللي هي جد منسجمة تتناغم كما تتناغم موسيقى، لأنه هو فنان موسيقي كذلك، والألوان ما بين الألوان الداكنة الألوان الفاتحة اللي هي أصلا كتكون متناقضة، ولكن أن الأستاذ محمد أمين شرادي بالتمكن ديالو من الفن ديالو تعطيها واحد الانسجام، واحد التصالح مع بعضها، يعني ما تبان لناش واحد التناقض في الألوان. ثم الموضوع، يعني كل لوحة ولوحة تتحكي موضوع، واللي كيأكد على أن المرأة اللي كنلاحظوها على الحصان كنلاحظوها تمثل الهندسة المعمارية العتيقة، تمثل المدينة العتيقة، تمثل جميع المميزات التي تتوفر عليها البيوتات والرياضات العتيقة، أن الفنان حاول يخرج هذه الرموز اللي هي ربما لا تبدو للكثير وتبدو للفنان يتأملها، حاول أنها يعطي بها حكاية مغربية أصيلة من خلال مواد مختلفة، سواء على النحاس، على الثوب، على القليل من الورق المقوى، ثم القماش بطبيعة الحال. السلام عليكم، دريس يرمي، فنان تشكيلي شاعر مهندس وجمع لوحات. الحمد لله انا من الثمانينات وانا كنقدم معارض فرديه، وبعد التسعينات بديت ندير معارض ديال فئه كبيره من الفنانين التشكيليين اجانب ومغاربه، والحمد لله كنت انا نقول لك بالنسبه لهذه القاعه من الناس الاوائل اللي كانوا عرضوا في هذه القاعه هذه. وبالنسبه لسي الشرادي تبارك الله عليه، فنان كبير وصديق ديالي منذ 20 سنه، والفنان الوحيد اللي تيشارك بين الفن والموسيقى، هو عازف على الكمان اون ميم طون، عازف على البيانو اون ميم طون، فنان تشكيلي، واللي عنده في الفن ديالو تبارك الله عليه تيجمع بين التجريدي وتيجمع بين السوريالي، وتبارك الله عليه في الاعمال ديالو تلقاو واحد الطابع خاص، وخصوصا عنده في بعض اللوحات نشوفوا اطراف من النحاس، دائرات نحاسيه، وهذيك الدائره النحاسيه كان الفنان الكبير وهو بلاش كتعرفوه انتم هاد لا جينيراسيون الجديده ما تعرفوش سي عربي بلقادي. عربي بلقادي كان من الفنانين الاوائل اللي كانوا داروا خلطوا بين النحاس وبين الاطوار، سو كيفاه تدي اللوحات فيها كومبوزيسيون فيها لا بانتور وفيها اون بارتي ديال النحاس. كاين فنان اخر حتى هو معروف وفنان كبير من وجده اللي كتسمعوا به، هو سي الزناتي. الزناتي حتى هو فنان كبير وحتى هو تيدير هذه الطريقه ديال، هو معروف تيدير الفرسان، ولكن اون ميم طون تيدخل دوك دي سيركل ديال النحاس. وتبارك الله نتمناو ليه التوفيق
سي أمير شرادي الفنان الكبير جيت من أمير طفق إن شاء الله في المسار ديالو الفني والسلام عليكم. مريم صدري كنا الشكلية صراحة التقنية ديال المسيو شرادي التقنية اللي هي سبيسيال لأنه كيحاول ما أمكن أنه يمزج ما بين جمالية اللون وجمالية الحرف باش أنه يعطينا عمل مبدع وأنا كنتمنى التوفيق صراحة وجودي في معرض بحال هذا كيلهمني كفنانة تشكيلية. بشرى الطويل فنانة تشكيلية اليوم جيت نحضر المعرض ديال الفنان تشكيلي الشرادي صراحة عجبتني التقنية ديالته اللي تعمد فيها على التقنيات القديمة وألوان يعني ترابية وجديدة وصراحة عجبوني لي طابلو ديالو بزاف وكنتمنى ليه حظ موفق ومسيرة موفقة إن شاء الله. راجع الصبار فنانة تشكيلية موهوبة جيت الان باش نحضر في هذا المعرض ديال امين الشرافي ما شاء الله فنان في المستوى رائع جميع المقاييس ديالو. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.